بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن في بينانغ فندق بارادايس ساندي بيتش. هذه الغرفة من أقل نوع من الغرف اللي هي ستوديو ديلوكس شركة المحيط للسياحة. هنا نحن نصور في فندق بارادايس ساندي بيتش رينبو بارادايس في بينانغ. هذه الغرفة من نوع ستوديو ديلوكس. هنا البلكونة، هنا إطلالة البلكونة على البحر. مستوى الفندق هو 4 نجوم، يعتبر مستوى كويس، لا بأس في المستوى. هذه غرفة نوع سريرين، طبعا هنا فيها مطبخ صغير، هنا بيت الراحة، تحفة شطاب، هنا بانيو. هذه مديرة المبيعات هنا فوق الباب، مهتمة جدا بالغرف مع تحيات شركة المحيط للسياحة ماليزيا.